نعم، أعتقد أن هذه مهمة شاقة وطويلة الأمد ومعقدة للمسؤولين الأمنيين المصريين، وبالذات رئيس جهاز المخابرات الوزير عباس كامل، الذي سيصل ربما خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة في زيارة إلى تل أبيب ورام الله، سيبذل من خلالها جهداً كبيراً مع المسؤولين، في مع الرئيس محمود عباس ومع المسؤولين الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين. أعتقد أن المصريين يائسون تماما من إمكان تحقيق المصالحة، ولكنهم مع ذلك لن يرفعوا الراية البيضاء، لن يستسلموا، سيواصلوا ذلك رغم أن يعني أنهم خذلوا في هذا الملف على مدار 11 عاما. ولكن أعتقد أن مصر التي تخشى من الانفجار الذي أشرت إليه في تقرير، والذي أشار إليه زميلي الأستاذ أمين قموريه من لبنان، لهذا السبب ولأسباب أخرى كثيرة، أعتقد أن القاهرة لا تجد مفرا من مواصلة العمل حتى لو فشلت جولة تلو الأخرى، حتى لو لم تحقق النتائج، ولكنها ستواصل العمل في هذا المجال، لأنه لا سبيل سوى الحوار والتحرك. أما الوقوف وعدم إجراء الحوار، أعتقد أنه سيؤدي إلى تسريع الانفجار غير المرغوب فيه، لا فلسطينيا ولا حتى إسرائيليا ولا مصريا ولا عربيا. ولكن حماس بصراحة أوصلت رسالة قوية للجانب المصري لينقلها للرئيس عباس وللرئيس والمسؤولين الإسرائيليين، أن الانفجار قادم، الانفجار قريب وقد يحدث في أي لحظة، وفي اتجاهين، إما في اتجاه القاهرة أو سيناء، وهذا ما لا يرغبه أحد على الإطلاق، حتى مصر التي تمكنت من يعني القضاء على معظم العمليات الإرهابية في سيناء لا ترغب في أن تفتح الحدود ويدخل من يدخل ويخرج من يخرج، وبالتالي هذه مسألة صعبة جدا على المصريين. نعم. وإسرائيل ليست في وارد الدخول في حرب. قوة غزة تكمن في ضعفها بالمناسبة، العالم كله الآن يضج بسبب الأوضاع الإنسانية في غزة، فما بالك لو دارت. طيب ارتباطا بهذا الملف وهو المصالحة مرتبطة بشكل كبير بالتهدئة مع إسرائيل، كيف تقيم خطوة أو تهديدات أو تصريحات ليبرمان بشن عملية عسكرية وأيضا بقطع الوقود وإمدادات الغاز تهديدا لحركة حماس أو لنظام المقاومة الفلسطينية بشكل عام؟ أعتقد أن ليبرمان يعي تماما أن الحرب لا تخيف الفصائل في غزة ولا أهل غزة، فأهل غزة جربوا الحرب 3 مرات، لا أحد بالمناسبة لا يخشى الحرب، الكل يخاف من الحرب، الكل يحسب حسابا للحرب، ولكن كل العالم شاهد في العدوان الأخير عام 2014 أن النساء كان أبنائهم يسقطون شهداء وجرحى وهم يهتفون بأن هذا فداء فلسطين. لا أحد يستسلم لا بالحرب ولا بالحصار ولا بقطع الغاز ولا بقطع الوقود. أعتقد أن الحل الأمثل لغزة هو رفع الحصار كليا. ما لم ترفع إسرائيل الحصار كليا وما لم يرفع الرئيس محمود عباس العقوبات عن قطاع غزة، أعتقد أن غزة ستظل تشكل تهديدا على إسرائيل، كما تشكل بالأصل إسرائيل تهديدا عليها. ولكن احتمالات الحرب ستبقى قائمة، احتمالات العنف ستبقى قائمة. الحرب لا يوجد فيها رابح ومهزوم، غالبا يوجد طرفان خاسران. إسرائيل ستخسر، صحيح سنخسر أكثر، ولكن إسرائيل ستخسر، لأن فصائل المقاومة وفق ما نسمع من فصائل المقاومة بالذات حركة حماس أن قدراتها العسكرية فاقت بكثير ما كان عليه في الوضع في 2014، وبالتالي أعتقد أن إسرائيل ستتكبد بعض الخسائر. لن نقول أن الفصائل ستهزم إسرائيل، ولكن على الأقل ستتلقى إسرائيل أيضا ضربات موجعة من غزة.